في خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقى الاهتمام الإعلامي الواسع. فقد قال المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي إنما جرى تصرف همجي مشين لا يمت إلى الصحافة بصلة، وطالب في بيان له الجهة التي ينتمي إليها المهاجم بتقديم اعتذار معلن عن هذا العمل الذي أساء إلى سمعة الصحفيين العراقيين. أما قناة العراقية التي يعمل لديها الصحفي فقد طالبت بإطلاق سراحه، وبعد أن وجه إهانات كلامية للرئيس بوش قبل أن يقذفه بزوج عليه. وقد أبدى محامون عرب وأجانب استعدادهم للدفاع عن هذا الصحفي. وفي تعليقه على الحادث الذي تعرض له قال الرئيس الأمريكي إن هذا هو ثمن الحرية. إن هذا الأمر لا يقلقني ولا يزعجني، أعتقد أن هذا الشخص الذي قام بهذا العمل قام به من أجل لفت الانتباه، وهذا شيء عادي يحدث في احتفالات وتجمعات سياسية، ولكنني أنا شخصيا لم أشعر بالتهديد على الإطلاق، وقد قدم الصحفيون العراقيون اعتذارا عما بدر عن هذا الشخص، وأنا على قناعة أنه لا يمثل الشعب العراقي.